هذا الأمر لا بأس به ولا شيء فيه. وأنا أقول للناس جميعا، لكل من يشاهدنا، سنة سعيدة، تخي بون اني، هابي نيو يير، لا بأس بذلك، لا شيء فيه. والله من وأنا أقول يا رب بإنجليزي يا مرسي. So all this business about mistletoe, pagan. Christmas trees, pagan. Giving out gifts, pagan. Every bit of it is pagan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هانتوما شفتوا الفرق ما بين هذا وهذا. هذا اللي مسيحي يعني ما كيعترفش لا بكريسمس ولا بأعياد ميلاد المسيح، يعني كيقول هذا الشيء كله هو ثاني، وهذا كيدعم اللي تيحرم هذا ولا شغل. نقول لكم المهم، انا مشيخ ما كنعطي موعظه ما كنفتي، ولكن عندي عقل وعندي عينين وكنشوف. يعني كيف قالوا التاريخ اللي ما قراوناش، غسل الادمغه، يعني ادمغتنا تغسلات من شحال هذه. كيف قلنا بزاف الحوايج اللي ما كناش نعرفوا عليهم شي حاجه ولا كنسمعوا عليهم. انا براسي الانجيل ما عمري عرفت شي انجيل بالعربيه، ولا يعني كنا كنعرفوا مسيحيين عربيين، ولكن ما كانش عندنا حب الاستطلاع على هاد الاناجيل. ولكن اليوم الحمد لله، يعني بهذا الشيء ديال السوشيال ميديا قدرنا نعرفوا شي حوايج ما كناش نعرفوهم بتاتا. ولا كملتي معايا يعني الفيديو غادي تفهم مزيان اش من علاقه ما بين هاد اعياد ميلاد المسيح والكريسماس والهدايا وكل شيء. يعني كله شرك بالله، وهذا الشيء غادي نثبتوه بالدلائل والثوابت ان شاء الله. كملوا معنا الفيديو. وكيف قلت، انا راه عندي ذنوبي وعندي سيئاتي، وانا واحد الوقت كنت نحتفل مع هاد الناس يعني، والحمد لله ما عمرت شكك في اسلامي، ولكن يعني كتعاطف ما كاينش تعاطف ولا لا. يقدر يكون المسيحي جارك، بارك له بدو نجح، بنتو نجحات، دار شي مشروع نجح فيه، عنده اسبوع سلف ويسلفك، تبايع وتشارى معاه، ولكن تيبقى هو مسيحي وانت مسلم. عمركم شتو اخوتي شي مسيحيين كيصوموا معكم رمضان، ولا كيذبحوا معكم العيد الكبير، ولا كيشاركوا معكم عيد الفطر اللي هو العيد الصغير؟ ما عمركم تشوفوها. طبعا الاجانب اللي ولا بعض اللي غير المسلمين اللي كيصوموا بعض المرات رمضان مع المسلمين، راه ما صاموا، راه ما ذاك رمضان ما صاموش يعني على اقتناع بالعقيده، لا، صاموا لانه كيشوفوا صحي، لان رمضان صحي والصيام كذلك صحي. المهم نبقاو في موضوعنا اللي هو ديال الكريسماس واعياد ميلاد المسيح، وكيف كنشوفوا يعني المغاربه بالخصوص في هذا الوقت كيتهاتفوا على محلات اللي كيبيعوا الحلوى ولا المخبزات. يعني علاش بالضبط هذيك الليله؟ راه واخا كتقول يعني راك مشارك، راك مشارك في الذنب. والمشكل في هذه القضيه هو مشكل الشرك بالله سبحانه وتعالى، وربي لا يغفر لمن يشرك به. يعني اي حاجه يقدر يغفرها الله الا الشرك به سبحانه وتعالى. والانسان كيطيح في هذا الشرك دون ان يعلم، ما عرف والو، ما عرف والو. مثلا نشوفوا غير هاد الاخت، معروفه الاسم ديال ماما نويل، الا الاسبوع ديال اخر السنه باش كنستقبلوا السنه الجديده، يعني من عام لعام. من عام لعام، ومن بعد كندير داكشي ديال الكلون ديال زانيفيرسير، ولا كان شي مناسبه هكا ديال الدراري الصغار. يعني ما عارفه والو، ماما نويل، زيد هاد زيدك ماما نويل. ولا لاحظتوا داكشي اللي هزه في يدو، هذاك البيروكات ديال الشعر اللي هزه في يديها، شفتوا الالوان اللي فيهم؟ هي ما عارفه والو، بنادم ما عارفش يقلبي على طرف الخبز هو ما عارفش، راه في شرك بالله سبحانه وتعالى. كيفاش ماما نويل ولا بابا نويل ولا هادشي؟ راه لا يعقل ولا يفهم. غنقولوا الفقر، يا الفقر ماشي عيب، ولكن ما نشركش بالله باش راه كيف قلت، راه ربي يقدر يغفر اي حاجه الا الشرك به سبحانه وتعالى. بنادم ما كيتغفرلوش فيه وتيبقى في جهنم خالد فيها ابدا. وكيف قلنا هذيك الشجره اصلا، نحاولوا نشوفوا تاريخ هذيك الشجره ولا كيفاش جات القضيه ديال ذاك الشجره. هذيك الشجره اخواني اخواتي
كان واحد الوقت الالمانيين يعني هنا الجهه ديال المانيا كيعبدوا الشجر، الشجره يعني كانوا متخذينها كالهه، يعني الشجره هي اللي كتعطيه ما ياكل، الشجره هي اللي كتعطيه باش يسخن، الشجره هي اللي كتعطيه يعني باش يقطع في الماء كيتصاوبوا منها مراكب وفلوكات، الشجره يعني هي اللي كيصاوب منها الاثاث المنزلي ديالو. فلهذا واحد الوقت كانت عندهم الشجره مقدسه، يعني متخذينها ك آلهة. إلى حتى انتشرت المسيحية في سنة 683 ميلادية كانت يعني انتشرت المسيحية في ألمانيا، وبقاو يعني واخدينها، بقات عندهم شجرة يعني مقدسة. وخا دخلت المسيحية لألمانيا كيف قلت سنة 683 ميلادية، ولكن هذوك الأعياد اللي كانوا كيديروا مثلا الشجرة بقات دخلوها مع داك الشيء ديال المسيحية، بقات يعني عادة ودخل شيء في شيء. وكيف غتنتشر القضية ديال هاد الشجرة يعني لا في أوروبا ولا في باقي أنحاء العالم؟ وهو الملك جورج الثالث تزوج بصوفيا شارلوت اللي هي من أصول ألمانية سنة 1761. الملكة صوفيا شارلوت يعني قامت بزيارة لألمانيا، ولكن يعني ملي مشات في ألمانيا كتشوف بنات الناس يعني داك الشجرة مزينينها ومحتفلين بها، عجبتها الفكرة وداتها معها، رداتها معها كيف نقولوا الإنجليز، وبقات القضية يعني داك الساعة ما بيناش. إلا حتى في واحد الوقت خلت لها واحد الصورة مع داك الشجرة، ومنذ ذاك الصورة يعني القضية انتشرت تقريبا في أوروبا، وهو الاحتفال يعني بأعياد الميلاد وتكون الشجرة تهي قطعة من هاد الاحتفالات. ويعني حتى عيد ميلاد المسيح عند الأرثوذكس كيعتبروه في 7 يناير، أما الكاثوليك تيقولوا في 25 ديسمبر، اما البقيه الاخرين يعني كيقولوا في 31 ديسمبر. وبالضبط علاش ركزوا يعني على 25 ديسمبر، يعني كيف كيقولوا هو 25 ديسمبر هو يعني هو النهار اللي كتكون فيه تيكون فيه الليل طويل، هو 25 ديسمبر هو النهار الوحيد اللي كيكون فيه الليل طويل. ايه تتحدث ازاي؟ كان في عيد وطني اسمه عيد الشمس عند الدولة الرومانية. العيد ده كان يوم 25 ديسمبر. لما جت الدولة اتنصرت راح قسطنطين الملك نصر الأعياد، ومن ضمنها عيد الشمس بتاع الإله الشمس دوت، راح منصره وقال لك هنعتبره دوت يوم كريسمس عيد ميلاد المسيح. والعيد ده اتعمم مع مستوى العالم كله 25 ديسمبر. يعني عايز أقول حاجة دي يعني مثبتة تاريخيا أن الكنيسة في العصر الأول الرسولي لغاية قسطنطين كانت تحتفل بعيد القيامة ده، وبعد كده أضيفت أعياد الميلاد. لو قلنا الدولة بتاعتنا اعتبرت يوم 21 مارس عيد الأم، ليه؟ اتفاق. اتفاق. 1 مايو عيد العمال. اتفاق. فإحنا اتفقنا إن مثلا يوم 29 كانت عيد ميلاد المسيح، مش شرط يكون طلعت في هذا التاريخ بالظبط، لكن ده اصبح الاحتفال بالاتصال بالابناء. المشكل يعني حتى شيوخنا الاسلاميين يعني كيوافقوا على هذه القضيه، ما فهمتش انا يعني اش من شنو نعتبروا هذا، واش غباء ولا ضلال ولا يعني انت كشيخ اسلامي نشوفوا هذا. يعني قال لك المبتهل الاسلام الصصاوي يقدم مجموعه من الابتهالات احتفالا باعياد الميلاد والكريسماس. كيفاش انت يا شيخ وكدير ابتهالات اعياد ميلاد احنا غنجيو يعني احنا جايين في الطريق غنشوفوا اجاب هادشي لهادشي، واش هادشي شرع وحق ولا هادشي راه غير باطل. نشوفوا الشيخ الاخر. الشيخ الاخر سيدي، الاحتفال بميلاد المسيح جائز ويؤجر عليه صاحبه. الاحتفال بميلاد النبي عيسى جائز شرعا لأنه نبي ورسول من الله. الإسلام ليس في خصومه مع أصحاب الأديان، ويوجد قاسم مشترك بين هذه الأديان. من يحترمون الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام هم من يحترمون الاحتفال بسيدنا محمد أيضا. وخازلي ما قلت يا عيب، أنت كتهني المسيحيين بأعياد ميلاد النبي عيسى، ولكن اش دخلك اخويا، اش دخل شريطك، اش دخلك رموزتك في الشريط؟ ها بغيتي جوابك؟ ها جوابك، ها جاوب اخوتي اللي خذا. قلت له شكرا للوحدة الوطنية الجميلة، بس احنا مش بنحتفل بميلاد نبي،
وبما أن المعايدة غير صحيحة فبلاش منها أحسن. إحنا بنحتفل بالإله المتجسد. كيف جاتكم؟ نمشيو للشيخ الآخر. فهنا فبر فهم الكتاب واجب وتهنئتهم فريضة على كل مسلم يفهم الإسلام. قال لك سيدي أهل الكتاب، أش من أهل الكتاب أخويا؟ تسنى معي. هذا أخواتي اللي تيقول لك مبرة أهل الكتاب، أهل الكتاب ما بقاوش، أهل الكتاب ما بقاوش. أنا أعوذ بالله من قلت أنا ما كنآمنش بالمسيحية ديال دابا، ويسمح لي أي مسيحي، أنا ما كنعترفش بالمسيحية ديال دابا. المسيحية اللي نزل سيدنا عيسى ولا اللي نزلت على سيدنا عيسى ماشي هي المسيحية اللي كاينة دابا، لا علاقة بها، لا علاقة بها. شمن أهل الكتاب؟ أهل الكتاب تصنت. قال لك لم تذكر الأناجيل الأربعة، الأناجيل الأربعة يعني يوحنا وماتا ولوقا ومرقس، يعني أربعة ديال الأناجيل. والمخير في هذه الأناجيل يعني من بعد رفع سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه إنما شبه لهم، من بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام 200 سنة عاد تكتب أول إنجيل. يعني الإنجيل الحقيقي اللي كان وقت سيدنا عيسى ما موجودش، ما كاينش. كاينين أربعة ديال الأناجيل، فين هما أهل الكتاب اللي كتقول لي المبرة بهم؟ لا علاقة. وهنا غادي نشوفوا يعني دلائل على بأن هذه الاحتفالات راها وطنية، يعني كانت من عهد الرومان ودخلوها في المسيحية. قال أوروبا ما كانت سبب اختيار الكنيسة الغربية اليوم 25 ديسمبر هو أن الرومان كانوا يحتفلون في ذلك اليوم بعيد إله الشمس، كما كان الانقلاب الشتوي يحدث في ذلك الوقت، وقد اختارت الكنيسة هذا اليوم لتحويل العادات والممارسات الوطنية إلى يوم لعبادة الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح. وقد ردد كل من كبريانوس ويوحنا ذهب الفم هذه الفكرة. شفتوا مازال نزيدوا. أما فيما يتعلق بيوم ميلاده 25 كانون الأول فإنه اليوم الذي كانت تحتفل فيه الإمبراطورية الرومانية بيوم الانقلاب الشمسي الشتوي الذي كان مكرسا ليوم ميلاد إله الشمس الذي لا يقهر. بعد أن أقر الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية ديانة معترف بها، أخذ المسيحيون كلهم تقريبا يحتفلون بهذا اليوم بصفته يوم ميلاد المسيح. أتصنت لي هابي نيو ييرز وميري كريسماس وبوناني. وبناء على كل ما سبق يصبح من المستحيل تعيين تاريخ محدد لميلاد يسوع. يعني ما كاينش تاريخ محدد، حتى واحد ما تعرف ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، حتى شي واحد، ما كاينش تاريخ محدد. لم يكن في ذهن الكنيسة في عصورها الأولى تحديد يوم بذاته للاحتفال بميلاد السيد المسيح، فالعلامة أوريغانوس يعترض على الاحتفال بأعياد الميلاد نظرا لأنها في رأيه عادة وثنية. زين. فالعلامة كليمنتسن الإسكندري يقول إن البعض قد أثبتوا مولد المسيح في 25 مايو والبعض الآخر في 25 أبريل والبعض الآخر في 18 يناير. زيد. لم تذكر الأناجيل الأربعة. أهل الكتاب، الأناجيل الأربعة، أهل الكتب وليس أهل الكتاب. لم تذكر الأناجيل الأربعة قط أن السيد المسيح ولد يوم 25 ديسمبر. وقال كليمنت الإسكندري أن في أيامه أن البعض يعتقدون أن يسوع المسيح ولد يوم 19 أبريل والبعض 10 مايو، أما هو فاعتقد أنه ولد يوم 17 نوفمبر. يحتفل الأقباط بعيد الميلاد يوم 29 كيهك حسب التقويم القبطي، وكان هذا اليوم يوافق 25 ديسمبر كانون الأول من كل عام حسب التقويم الروماني الذي سمي بعد ذلك بالميلادي. يعني حتى
السنة الميلادية كانت سنة رومانية، وحدد مجمع نيقيا هذا اليوم الذي كان يقابل 25 ديسمبر بعيد الميلاد. إذن القول بأن تاريخ الميلاد يسوع المسيح 25 ديسمبر جاء متأخرا في مجمع نيقيا، وهذا المجمع نيقيا هو اللي كان جمعهم قسطنطين الأول. احنا غادي نشوفوا شكون هو قسطنطين الأول. الملك قسطنطين الكبير، قسطنطين الأول، الملك قسطنطين العظيم، والذي دعا إلى عقد أول مجمع مسكوني في العالم في نيقيا عام 325 ميلادية، يعني في تركيا. هذا الملك قسطنطين كان سيدي وثني، ولكن أمه كانت مسيحية مخبعة، ومن بعد ما يعني تمسح ولا مسيحي، هذوك الأعياد الوثنية اللي كانوا كيف قلت في الأول اللي كانوا كيحتفلوا بهم الإله الشمس راع وكيف قلنا والشجر وال شركهم مع الأعياد المسيحية، يعني قالوا أجي نديروا 25 هذه اللي كنا كنديروها الإله الشمس راع غنردوها هي يوم عيد المسيح، يعني شرك في شي بشي باش يغطي على شي بشي، وهكا مشات القضية. المهم اخوتي يعني هادشي راه ضل وشرك، يعني ما تخليش العاطفة تديك. راه دابا المشكل الانسان يعني عايش، حنا عايشين هنا وكنتحاشى هادشي، يعني واخا راه شحال بالخصوص هاد العام، يعني شحال من واحد تيقول لي هابي نيو يير تنقول له شكرا، وانا ما كنجبدلوش ما عندي، ما يمكنليش انا مثلا نشرك بالله باش هو نرضيه ولا ما نحرجوش ولا لا. حلوه يمكن لك الحلوه اللي تاكلها العام كامل، ماشي بالضبط لذاك الليله، ذاك الليله نتحاشاوها. والناس اللي عايشين هنايا في يعني في اوروبا، كاين الناس اللي كتدخل الشجره للدار ديالها والاضواء، يعني وكيحتفلوا ذاك الليله حتى هما بحال شي ليله العواشر. كيف قلت واش عمركم شفتوا شي مسيحي ولا شي مشرك؟ شو دابا الملحد والمشرك كيشارك معاهم مثلا تعتبر نفسه راه تشارك اعياد الكريسماس، وهو لا علاقه، هو لا علاقه. ولكن ما تلقاش واحد يعني في هذه الانواع كيعيد معاك ولا كيصوم معاك ولا 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 لا، راه كيبغي لك غير الكراهيه، كيكلك غير الكراهيه، ما عمرو يبغيك، لان كلها تيشوف عقيدته، ولكن انا كنشوف عقيدتك وكتبك باطله. كاين تناقض في هذا الشيء كامل، يعني ما كاينش شي حاجه راسيه. فلهذا اخواني المسلمين يعني ما تشبهوش بواحد الحاجه بعيده عليك. والمشكله هذه راه ماشي سرقه ولا زنا ولا خمر ولا 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 لا، هذا الشرك بالله، والشرك بالله ما كيتغفرش. راه اصعب ما كاين هو الشرك بالله، وانت كتشرك بالله. كيفاش انت يا كتقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ولا غتهنيه؟ يعني اذا جيتي تشاركه وتهنيه كانه مسيحيه، المسيحيه ديالهم انتم شفتوا شنو كتقول؟ ما كيقولوش هذاك عيسى نبي الله، تيقولوا هو الله، روح الله جزاد فيه، يعني الروح القدس، اللاهوت والناسوت، والله تيدخل ويخرج في عيسى فوق ما بغى، ملي جاو يصلبوه خرج ثلاث ايام عاد رجع للقبور. يعني خزعبلات خزعبلات لا نؤمن بها، نحن كمسلمين لا نؤمن بهذه الخزعبلات. وانا كنتحمل مسؤوليه كلامي قدام الله بانني لا اؤمن بالمسيحيه الحاليه، لا اؤمن بالمسيحيه الحاليه، لا. واستغفر الله العلي العظيم، راه قل هو الله احد، راه يعني جميع الرسائل اللي صيفط مع الانبياء والرسل نفس الرساله. ما غيمكنش هذا يصيفطو يعبد هكا، وهذا يصيفطو يعبد هكا، هذا يعبد الله هكا، وهذا يعبد الله. راه من اول الانبياء راه كل شيء مسلم. فلهذا خوتي ردوا بالكم لهاد القضيه، يعني هذوك التواريخ بالضبط. عندي دابا المشكله تهاني، وكل تهني حتى الموتى بمناسبة حلول الرأس السنة الجديدة، أترحم على أبي وأمي وأطلب لهم المغفرة، وهذا ولا بناني صيفط الله كله. ولكن الحمد لله هذه السنوات الأخيرة يعني قل هذا الشيء، إلا القليل اللي مازال ما فاهم هذه القضية، ومازال ما عرف هذه القضية بأنها الشرك بالله.
الاحتفالات بالكريسماس شرك بالله، الاحتفالات بعيد راس السنه شرك بالله، تبادل الهدايا في ذاك الوقت شرك بالله، كل شيء شرك بالله. نبقاو مع هذا الفيديو ديال هذا اليميني المتطرف المسيحي المبشر اللي كيكن كراهيه للاسلام والمسلمين، وسمعوا اش تيقول في هذا الفيديو. Who says we have friends who do not celebrate Christmas because they say December 25th is really a pagan holiday. While I agree that Jesus may not have been born on December 25th, he certainly was born as described in the Bible. How do I respond to them? Well, in a sense, tell them they're right. You see, the winter solstice a couple of days later was the shortest day of the year, and the pagans had something called Saturnalia, and it was a time of lawlessness because all the laws were suspended, and people, a bunch of singers were actually wandered the streets naked singing. When the Catholic Church came along in Italy, the Romans and others didn't want to give up their holidays, so they said, okay, we'll Christianize it. And so they said, okay, we'll say the birth of Jesus was the 25th of December. So all this business about mistletoe, pagan. Christmas trees, pagan. Giving out gifts, pagan. Every bit of it is pagan. Every single bit of it is pagan. We've Christianized it all. And so that's good. And so we have time, we celebrate for Jesus. Everybody gets all misty-eyed. But the truth is, they're all pagan. In Luke, it says there's a census taken when Quirinius was governor and so forth and so on. And they could take those leaders and figure the exact time dating from the foundation of Rome. And that's when the dates were established. And so they get pretty close to the date. But to say it's the 25th, shepherds were out abiding in the field. It gets a little cold at night. I mean, were they out there in the middle of winter? I don't know. I've been out there in the shepherd's field on Christmas Eve. It's very nice. But it's cold. المهم أخوتي، أستغفر الله لي ولكم. وقبل ما نودعكم نخليكم مع هذا الفيديو القصير. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي. Where's Jesus? As Jesus grew up, he learned more and more about God. Jesus is God. How can he learn more and more about himself? Because Jesus is God. That's a great question, Emily. So how can he learn more and more about himself? Because it said Jesus grew up, he learned more and more about God, his father. Well, because when Jesus came down to earth, mm-hmm. He grew up as a regular human being, too. So he would read the Bible and that kind of thing. So he would learn more and more about himself? Mm-hmm. By reading the Bible? Mm-hmm.